نروح بقى دلوقتي لفريق كرة السلة. طبعا يعني يمكن هنبدأ أخبارنا بيمكن خبر مش أحسن حاجة بالنسبة لكل متابعي كرة السلة، ولكن زي ما احنا بنقول يعني لسه بدري على المشوار. يعني خلينا نتكلم عن الخسارة المفاجأة للأهلي أمام سبورتينج اللي حصلت في دوري مرتبط رجال السلة. ده كان يمكن ثالث ماتش في هذه الجولة. طبعا الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني جوستي بوش اتعرض لخسارة مفاجأة قدام نادي سبورتينج السكندري، واللي بيدربه طبعا كابتن اشرف توفيق ابن الاهلي السابق، بنتيجه 90-87 في الجوله الثالثه والاخيره من الدوره المجمعه الاولى. الحقيقه الماتش كان اتلعب اول امبارح على صاله جهاز الرياضه العسكري بمنشيه البكري، وشهد اثاره ونديه كبيره جدا بين الفرقتين لحد الثواني الاخيره من الماتش. ويمكن يعني نادي الاهلي ما قدرش ان هو يحسم هذه المباراه في اللحظات الاخيره، ولكن زي ما انا بقول دايما يعني يمكن المشوار لسه بدري عليه. ويعني زي ما احنا عارفين فريقنا كان اتقدم في النتيجه خلال اغلب فترات اللقاء قبل طبعا ما يفرض سبورتنج التعادل علينا بنتيجه 70-70 مع نهاية الماتش. بعدها طبعا لجأ الفريقين للوقت الإضافي والانحاز لصالح الضيوف في اللحظات الأخيرة. بعد النتيجة دي الحقيقة بكده يكون اتساوى الأهلي مع سبورتينج في الرصيد ب 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وده بالرغم من الخسارة. الدورة المجمعة الثانية بإذن الله هتتلعب في الفترة من 1 ولحد 3 من نوفمبر المقبل، يعني إن شاء الله أكيد نحقق فيها نتائج بقى كبيرة، وفرقتنا إن شاء الله هتستجمع قوتها من جديد. دايما متعودين على فرقة الباسكت تحديدا بعد أي إخفاق بيقدروا إن هم يقوموا على رجلهم تاني، وده اللي احنا شفناه يمكن في البطولة العربية منذ أسابيع قليلة، ولكن بعدها على طول بعد العودة يعني من البطولة العربية قدروا إن هم يحسموا طبعا السوبر المحلي لصالحهم أمام نادي الزمالك. فعشان كده دايما بنقول على رجال سلة الأهلي إن هم قادرين يستعيدوا طبعا بارقهم من تاني، ونقدر بقى نتصدر المجموعة بعد الفوز بالثلاث ماتشات اللي جايين، واللي هيكونوا قدام طبعا الشمس ومصر التأمين وسبورتينج تاني بعد ما لعبنا معاهم في الدورة المجمعة الأولى. نفكر حضراتكم طبعا الاهلي هو حامل لقب البطوله اللي فاتت بعد فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في النهائي، اللي يمكن طبعا زي ما احنا فاكرين كانت لعب على صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر.